مات مستعد؟ يقول السؤال الأخير يتميز سطحه بوجود صدع كبير بالإضافة إلى العديد من الأودية الجافة. أورانوس، المشتري، المريخ، عطارد. إيش يا محمد؟ يتميز سطحه من أحد الكواكب الموجودة في الخيارات بوجود صدع كبير بالإضافة إلى العديد من الأودية الجافة. أورانوس ليش؟ من بداية الفقرة وانت تحطونه ما حد يختاره، يمكن يكون كسر خاطر صح؟ اي أيوة والله كسر خاطري. والله حرام، من المفروض جبر الخواطر. اي أيوة والله جبر الخواطر لمحمد شيء مهم. كان باقي لك 17 ثانية تعطيني على قد اختار اللي هو إجابة أورانوس. إجابتك يا مادة من هو كسر خاطرك؟ حيردها لك ويكسر خاطرك يا محمد. إجابتك خاطرة. كسروا الخواطر. شفت الناس اللي ما يستاهلون تفزع لهم؟ عشان القطر الوحيد. شفت الناس اللي ما يستاهلون تفزع لهم؟ هذا اختار اخويك صح. هذه ضربة من تحت الحزام. لا 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 بعيد الشر ان شاء الله. تعطل كبار يقول عشان القطر الوحيد. طيب اجابتك خاطئة. الاجابة الصحيحة ايش يا شباب؟ والله والله قاعد ياكلون ما فيش شيء. هي الاجابة المريخ الاجابة الصحيحة. عندك ثلاث خيارات. والله اني بغيت اقول المريخ بس اوديه في المريخ ما في اوديه جافه. في صوره انتشرت للمعلوميه. ما شفت المركبه الفضائيه صح ولا انت ما تؤمن؟ انا يلا في الارض. لا انت ما تؤمن، تقول كره مسطحه. عطنا الخيار الثالث. الخيار الثالث طبعا اختار رقم ثلاثه اللي هو خصم من قيمه 200 نقطه. نشوف الحين اي وسيله مساعده تصور الهاشتاج. بما ان عبر هاشتاج البزنس 53. لا اتصال. اتصال. اتصال حبيبنا محمد بن ناصر. نشوف اقرب اتصال. فايز من بيشه، يا هلا ومرحبا يا فايز. واضحه وصريحه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعرفونه فايز انتم؟ فايز تسمعني؟ اي معك يا غالي. حياك الله، الاجابه ايش بالضبط؟ المريخ يا غالي. لمين الاجابه؟ حمد الاكلبي. حمد الاكلبي يستاهل. ايوه عينك. يستاهل يا حمد. برافو. النقاط المتبقية من الخصم بعد ما اختار محمد ناصر. السؤال لك يا أحمد الشمري. يقول السؤال: يعتبر اكتشافه نصر لعلم الميكانيكا السماوية، هل هو نبتون، الأرض، الزهرة، المشتري؟ يعتبر اكتشافه نصر لعلم الميكانيكا السماوية. يعتبر اكتشافه نيوتن، عفوا مش نبتون، نيوتن. كيف نبتون هي مكتوب؟ تأكدوا يا شباب. مكتوب على الشاشة. مش مكتوب الشاشة. نبتون. ايه نبتون. يعتبر اكتشافه نصر لعلم الميكانيكا السماوية. نبتون الميكانيكا السماوية. وش هي اصلا؟ نبتون. واحد من المشتري. نبتون، الارض، الزهرة، المشتري. ها اجاباتك بسرعة، باقي اربع ثواني. نبتون. احمد ليش اخترت نبتون؟ والله ما ادري بس حنيت شفت بالبدايه الحاله. اي ولعلها ان شاء الله هي. يعتبر اكتشاف نصر للعلم الميكانيكا السماويه الاجابه نبتون. الله يا ابو يارها الميكانيكا نفسها ما اعرفها. احمد الشمري اجابته طبعا صحيحه. برافو يا عيال. اللهم لك الحمد. والله يا عيال حطك يا الشمري بس تحيي. طيب والله يا ولد بالغلط، انا متاكد بالغلط. ما ننتقل لحمد اكل. تستاهل، الف مبروك مقدما. تستاهل يا ابو محسن. حمد اكل بيقول السؤال: يتميز كوكب اورانوس باللون الازرق لوجود غاز الاكسجين، اكاسيد الحديد، الهيدروجين، الميثان. يتميز كوكب اورانوس باللون الازرق لوجود غاز ماذا؟ الاخوان، اخوان رايت. لو برضه المشتري برضه ناشبنا، والمريخ برضه خوينا طول الاسئله. والله انا محتار بين الاثنين. ايش؟ اقول محتار بين الاثنين. ايش الاثنين هذه؟ ثبت الهيدروجين. الهيدروجين. حمد يقول ثبت الهيدروجين. مين يقول ميثان؟ خلاص ميثان.
خالد يقول مثال ليش؟ لاني قلت المثال قال لا ليش اخترت المثال؟ لانه هو مذكر انا ما ذكر. اوكي. لا والله ما ذكر بس المثال. اجابه حمد الاكلوبي الميثان طبعا عفوا الهيدروجين طبعا الاجابه الصحيحه هي الميثان. اجابه خاطئه حمد. معروض خير ان شاء الله. وعندك ثلاث خيارات وسائل مساعده ايش تختار؟ اعطني الثالث. الثالث. الخيار الثالث لحمد الاكلوبي وسيله المساعده عبر هاشتاج البزنس 53 انطلقوا ونشوف حمد ايش يختار. ها هاشتاج هاشتاج عبر هاشتاج نشوف من حيدعمون عندنا صاحب السؤال حمد الاكلوبي تعطونه هو ولا تعطون غيره من الخمسه المتبقين محمد ناصر احمد الشمري مهند بن فردان خلف القحطاني خالد السهلي بعد ما نتاكد من الاجابه الصحيحه وكذلك الاسم اللي حتدعمونه. لازم يكون الاسم واحد والجواب واحد اكثر من كذا ما راح يقبل نهائيا. خلينا ابو يارا سم لما على كاميرا بس تخلي مهند يا شبابي بمويه. اوكي عادي خلاص بجيك بجيك خلاص خلاص شوف طيب بسم الله خلينا نشوف الهاشتاج مهند خالد خلف خلف حمد محمد محمد احمد مهند خلف ميثان محمد ها خلينا نشوف يتحرك ولا لا. اوكي يلا تحرك بس بس وضح بس حروح الاول هذا اول واحد. الجوهره هي اللي جاوبت على السؤال وكانت اجابتها الميثان اجابه صحيحه وكان السؤال لصاحبه حمد الاكلوبي وفق في الاتصال الاول لكن كذلك نقاط السؤال الثاني تروح لخلف القحطاني ويستاهل برافو يستاهل خلف. ننتقل ل خالد السؤال الاخير نبدا الحين الجوله الاخيره دي ابو يلا يقول السؤال سم الجوله الاخيره السؤال الاخير خلاص. اول كوكب اكتشف بواسطه التلسكوب هل هو عطارد اورانوس نبتون الارض؟ طبعا اختراع التلسكوب على مستوى الحياه البشريه هو عندنا تلسكوب اثنين من يذكرها ولا ما حد يعرفها؟ طب التلسكوب الاول عام 1990 ميلادي ما خاب ظني انطلق عن الارض يمكن حول 500 كيلو متر مربع يعني من هنا الى نص من هنا لجده. ها يا خالد عندك الوقت عطارد باقي لك عطارد عطارد اول كوكب تشوف وسط التلسكوب قال عطارد ها اورانوس اورانوس خالف يقول انا كنت شاك فيه بس انه خان محمد ما ما ادري رحت كيف خان محمد اورانوس هذا اورانوس اخذته كفزعه يعني ليش يقول محمد صح صح شفت اخويك محمد وقف معك وقفه فهو خان محمد وخانك نفس الوقت يا خالد للاسف إجابة خاطئة عطارد ما تخاني اي والله خالد خيانة عطارد خانك الإجابة الصحيحة مثل ما قال خلف أورانوس هي الإجابة الصحيحة هذا يلعب الحبلين طيب عندك ثلاث خيارات الخصم ايش حتختار؟ الأول جاتني رسالة يا عيسى يقول انتبهوا إجابة حمد صح ايش إجابة حمد صح؟ هذه رسالة من جوالك ما فتح بس طلع لي إشعار ماش قاعد تلقفها دقيقة كم؟ 2 4 6 رقم سري بعتك إيه كمل كمل عادي غير بعد شوي عادي قول لي ها دقيقة قفل مرة ثانية 2 4 6 1 2 2 0 غلط كمان بطلنا طيب خلاص نرجع مره ثانيه اي خيار الاول خيار الاول وسيله مساعده اتصال هاشتاج 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 خالد سالي برضو هذا من اخر رقم يا عيسى 06 يقول اجابه حمد صح تاكدوا منها بس ما ادري ايش يقصدون فيها اجابه ايش بالضبط طيب هاشتاج احنا عبر الهاشتاج 53 بزنس 53 اعطونا الاجابه الصحيحه اخطا في الاجابه اللي هو قال عطارد الاجابه الصحيحه اورانوس للسؤال اول كوكب اكتشف بواسطه التلسكوب
شوف الهاشتاج ان شاء الله يكون من نصيبك يا خالد، واذا ما كان من نصيبك هذا حظ في الاخير اساس انك تجاوب على السؤال. اورانوس ما وفق فيها محمد ناصر، مش معناها توقف مع خويك عشان موضوع الاجابه خاطئه. اورانوس هذا اورانوس نفس الشيء، كله نفس الشيء، كله واحد. طيب اوكي اللي داد على حد لا لا هي نفسها نفسها هو نفسها نفسها نفسها. طيب ترى ما وصل لي حبيبنا الرقم السري حق جوالك، بعطي الرقم السري حق حسابه. ما يقدر حمد عيسى يعطي رقم جواله. طيب يعطيك اياه خطا عشان ما ندري عنه. طيب الرقم السري خلينا نفتح بس بعد اذنك بعد ما تاكد من الهاشتاج 2 4 6 1 2 2 0. ما فتح ناقص. اوكي صح مرة. لا غلط، تم ادخال رقم بي ان خطا. حركت جوالك قلت في جوالي انا. طيب يلا بسم الله خلينا نسحب. ها بس تبيها بس بس معلش ما انت إيه. شغلني بطل بس هنا خلاص إيه. اخذ اول جمهورك حمد عيسى والله شغلني. طيب الإجابة أورانوس الجاي من حساب وتغريدة رمز اللي هو حرف الراء. ودي أحط الصامت، من يعرف هذا الصامت؟ طق من الشاشة طبعا. من الشاشة تسحب من الشاشة. كيف ما أعرف؟ ما أعرف له والله، بس أتوقع من الشاشة. الجلكس إذا كيف حطه؟ هنا صح؟ كذا؟ حول الجو طفى ورط طفى أبو ياسر. أوكي باعنا باعنا طيب يا زين القعد الجواب يا ولد من الوقفه تعبنا تقل قاعدين بعزاء. الجواب طبعا اورانوس. الاجابه السؤال كان لمين؟ كان خالد. اجابته خاطئه، راحت من خالد الى المتسابق اللي كان قاعد محمد ناصر يستاهل. اورانوس اجلس اورانوس ايه حلاوه الدنيا. ايش اختار الخصم؟ اختار رقم واحد خيار الخصم. بالنسبة لسؤال حمد الأكلبي يقول ميثان صحيح، راجعته؟ يلا عندك نهاية البرايم راجعوا كذلك زيادة احتياطا. خلف السؤال لك الأخير، يقول أكبر كواكب المجموعة الشمسية المشتري زحل الزهرة المريخ. هذا جاطاني كثير هذه المعلومات اللي أنت أيوة اللي تطلع المشتري. الإجابة الصحيحة برافو تسعين. ننتقل لمهند يقول السؤال يتميز بدور أنه السريع حول محوره وغلافه مقسم إلى مناطق فاتحة وغامقة، هل هو الزهرة الأرض المشتري زحل؟ أنا ما فهمت السؤال عشان أفهم الأجوبة. طيب يتميز بدورانه السريع حول محوره يعني حول نفسه أوكي الكوكب هذا حول نفسه كثير، وغلافه الغلاف الجوي تبعه مقسم إلى مناطق فاتحة وغامقة، هل هو الزهرة الأرض المشتري زحل؟ زهرة الأرض المشتري زحل إيه نعم. يتميز بدورانه السريع حول محوره والغلاف مقسم إلى مناطق فاتحة وغامقة. السريع حول محوره إيش؟ محور الأرض يقصد؟ الكوكب سريع حول نفسه، مو الأرض تدور؟ أيوة الكوكب ثاني نفس الشيء تدور. زهرة وش قلت؟ كنت الحماس كذا ما أدري ما شفت الوقت ومرتبة كنت زهرة. زهرة هي زهرة زهرة هي تنطق الزهرة. طيب الزهرة زهرة كل واحد زهرة هذه الوردة يا وردة. طيب عاد يا رب عاد الزهرة عاد قزرتها على كل شوي يقول الزهرة عاد إذا ما جاب صح. حبيبنا حمد الأكلوبي في آخر ثانية مهند عفوا مهند عفوا لأن السؤال طحت بسؤالك الماضي اللي جتنا سبحان الله يوم جاوبنا ما عاد جاني اتصالات. حمد عيسى هذا جمهور حمد الأكلوبي طلع توقفت حمد عيسى من الجمهور طلع ما عندك احد. طيب مهند اجابتك تو يقولون الزهرة طبعا اجابة خاطئة. اجل زحل زحل اجابة خاطئة. الأرض نقول الأرض الأرض تدور حول نفسها صح؟ والمشتري يدور حول نفسها مو كل الكواكب تدور حول انا افكره يدور يا ابو يارا حول الأرض دوران حول نفسه كذا يدور ايش الليل والنهار كيف يجي من دوران الارض فكل الكواكب تدور حول نفسها ثم تدور حول الشمس والشمس تدور حول المجره. طيب حنا الحين في الارض ليه ما حنا ندور راسك اللي صح
حمد يقول ايش عندنا من دور يعني دور راح ندور لا ما له دخل. عموما هذا موضوع ثاني عادي من كلب حرين كم نجيب لكم شخص مختص في الفلك والله شيء جميل نسمع بعض المعلومات. انتم ما شاء الله عليكم مره الطيران مره بينكم وبين عن الارض مسطحه والكرويه اوكي طيب حيكون اول سؤال حقكم ليش الطياره تطير وما تطلع برا والله احمد هذا سؤال انا والله احمد جمل هذا سؤال ترى سالت كثير كثير فيه ما لقيت جواب صراحه منطقي يقنعني. شوف هذه الكره الارضيه صح الكره الارضيه هذه في جاذبيه الطائره مهما طارت طبعا هو الكره الارضيه كبيره مره بس انا اعطيك كشرح مهما طارت فمدى قوه الجاذبيه يثبت ماشيه بس عشانها كبيره ما تحس انها قاعد تلف ايه أنا وجهت نظري إذا حبيت ما قلت بصراحة لكن طيب إجابتك مهند للأسف خاطئة الإجابة صحيحة المشتري اللي جواب سؤالك لكن عندك ثلاث خيارات خصم إحنا آخر واحدة إيش قلنا الثانية ولا الثالثة أول واحدة إيش قصدك ما أدري اللي قبل ما أدري نسيته أظن الثانية صح آخر واحدة يقول الثانية ثانية الشباب يقولوا ما أدري حط الثالثة الثالثة شيل خيار خصم الثالثة لأن الكل سؤال 200 نقطة فاختار الخيار الثالث أي وسيلة تختار عبر هاشتاج بس 53 انطلقوا بس نشوف خيار مهند ايش اختار عطنا مو بالاتصال عطنا الهاشتاج مو اتصالات هاشتاج عبر هاشتاج واخر سؤال عبر هاشتاج قد ينقذ شخص من هذه المنافسه طيب ايش نقدر نغير اتصال متسابق سم نقدر نغير اتصال شباب يقدر يغير اتصال شباب لا لا بضبط يقدر لان الجمهور جاوب على الهاشتاج بس نرفع كذا الاجابه نعطيها بس عشان يرفع الهاشتاج ونرجع الاتصال اوكي تمام يعني اعطيهم وانتو طيب ستة متسابقين محمد ناصر وكذلك احمد الشمر اللي اول مره دخل معانا برايم وحمد الاكلبي ومهند الفردان اللي طلع برايم الماضي وبسبب خطا بسيط رجع للمسابقه والمنافسه خلف القحطاني اللي استبعد ورجع للبرايم بشكل مباشر وخالد اسهلي السؤال عبر الهاشتاج نشوف ال 200 نقطه مع الخصم نتيجتها ايش بالضبط حنتعرف على نهايه البرايم حبيبنا بسم الله وعلى بركه الله جاهز السحب؟ بس يلا بسم الله لازم نعرف أعطي الناس فرصة عشان يجاوبون بسم الله ها أوه بس 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 أول خيار أوه رمزت لاسمها النجمة واسمها سانورة سانورة مول سانورة مول سانابول لا مكتوب سانورة أرمول يمكن هذا مشبوك اسمي مع بعض واسم واحد الله العالم حيكون الإجابة الصحيحة قالت الأرض طبعا إجابة خاطئة نعيد السحب معليش حتى الجمهور مع الإجابة كانت خلف أو تحمس بس 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 أروح للخيار الأول لا أختار للصورة الصورة دي الصورة هذه إيش حرف ال H اسمها دا دا 91 دا 91 تقريبا إجابتها المشتري إجابة صحيحة كان صاحب السؤال وآخر سؤال في هذه المسابقة لعب لها البرايم البرايم الخامس اللي حيودعنا الليلة قطعا أحد المتسابقين الستة من مهند فردان إلى حبيبنا صاحب الإجابة هو ما جاوب صح كله مخطوف في الإجابة من مهند الى خالد السهل تستاهل برافو تستاهل يا خالد مثل ما انتم عارفين ستة متسابقين محمد ناصر احمد الشمري وحمد الاكلبي خالد السهلي خلف القحطاني وكذلك مهند الفردان سالنا لكل شخص خمس اسئله وعطوا الاجابات في بعضها انتقلت الى الجمهور بشكل مباشر اتصال وهاشتاج مع الخصومات اللي راح يواجهونها الان لا